بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم نتكلم عن الأحماض الأمينية والبروتينات. والأحماض الأمينية والبروتينات عندها علاقة وطيدة مع بعض زي ما حنشوف. تعريف الأحماض الأمينية هي مواد كيميائية داخل الجسم صغيرة ومهمة، صغيرة جدا ومهمة جدا، لأن هي أساس بناء الجسم. والعناصر الرئيسية للأحماض الأمينية هي الكربون والهيدروجين والأكسجين والنيتروجين زي ما شايفين في الشكل ده. دي أمثلة لثلاثة أمينو أسيدز، التركيبة الكيميائية حقتها. في 20 نوع رئيسي من الأحماض الأمينية اسمها الستاندر أمينو أسيدز 20، كل واحد منها مختلف عن الثاني ومميز. بتتحد بأشكال مختلفة عشان تنتج بروتينات مختلفة. يعني الأساس في البناء الجسمي الأحماض الأمينية اللي بتنتج البروتينات، والبروتين بينبني منها جسم الكائن الحي. في الشكل ده بنلاحظ انه عندي الجدول اللي على اليسار ده فيه العشرين حمض أميني، والعشرين حمض أميني بتتكون من الـ RNA، من النيوكليوتيدز. نحن عرفنا انه الـ RNA فيه تكون من أربعة نيوكليوتيدز، هي الـ A والـ C والـ U والـ G. فكل ثلاثة نيوكليوتيدز بتكون حمض أميني زي ما شايف في الجدول ده. لو أنا عايز أطلع أي حمض أميني باخد الفيرست ليتر من هنا اللي هو مثلا الـ U، والفيرست ليتر من هنا هتكون الـ U الثانية، والفيرست ليتر من هنا مثلا في 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 الثيرد. يعني عندي ده العمود ده للفيرست ليترز، وده للسكند ليترز، وده للثيرد ليترز. زي ما قلنا هو بيتكون من ثلاثة حروف اللي هي ثلاثة نيوكليوتيدز، ومعناه يو مع يو مع اليو هنا بيديني يو 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 اللي هو بيديني البروتين ده، اسمه بي اتش دي اختصارا. واسمه الكامل هنا لو دورنا في الجدول هنلقى انه هو البي اتش دي، البي اتش اي هو اسمه هنا. اسمه في فينيلالانين، وحرف الثلاثة حروف حقته بي اتش اي بي اتش اي، والحرف الواحد اف. والحروف الواحدة دي هي بنستخدمها بعدين في الكمبيوتر كسيكونس واسماء للامينو اسيدز. ولو جيت اخذت اي ثاني حاجة اللي هي مثلا اي مع سي مع مثلا مع مثلا سي اللي هي اي سي سي حلقاو تي اتش تي اتش ار، والتي اتش ار هنا لو دورت عليه حلقاو في تي اتش ار هو ثيرونانين او ثيرونين، والحرف الواحد حقه تي، حرف الثلاثة تي اتش ار، والتي ده هو اللي حنستخدمه في السيكونس. يبقى هنا دي العشرين حمض اميني ومكوناتها من الحروف الثلاثة اللي هي من الـ RNA nucleotides كيف تكونت منه. وهنا الرموز حقتها كثلاثة letters أو one letters زي ما حنشوف لقدام. إذن البروتينات هي سلاسل طويلة من الأحماض الأمينية. يعني الأحماض الأمينية العشرين دي بتكون عدد كبير جدا من البروتينات، وكل ما ارتبطت بشكل مختلف كل ما طلعت بروتين مختلف. فبنلاحظ إنه الأمينو أسيد يتكون في شكل سلاسل مع بعض بيبتايد، والبيبتايدز مع بعض بتكون البروتين زي ما شايفين هنا. يبقى الأمينو أسيد هي البيلدينج بلوك للكائن الحي، لبناء الكائن الحي. ليه؟ لأنها بنلاحظ إنه الأمينو أسيد هي اللي بتكون البروتينات، والبروتينات هي اللي بتكون الخلايا الحية. والخلايا كل مجموعة من الخلايا الحية بتكون تشو نسيج، وكل مجموعة من الأنسجة بتكون عضو من أعضاء الكائن الحي، والأعضاء مع بعض هي اللي بتعمل لنا الكائن الحي. يبقى الأساس في بناء الكائن الحي هي الأحماض الأمينية. في آلاف الأنواع المختلفة من البروتينات في الجسم عندها وظائف مختلفة. مثلا البروتين الهيكلي بيكون في هيكل الجسم، و الدفاعي هو مهمة حماية الجسم من الأمراض وصنع أجسام مضادة تحارب الجراثيم الغريبة، والناقل هو مهمة نقل المواد الغذائية الأساسية لجميع أنحاء الجسم زي الهيموجلوبين اللي بيحمل الأكسجين في خلايا الدم الحمراء، والمحفزات هي
من البروتينات بتساعد في التفاعلات الكيميائية داخل الجسم وتساعد على الهضم اللي هي تفتيت وهضم الطعام. والأحماض الأمينية بنحصل عليها من المواد الغذائية، بعضها نحصل عليها من المواد الغذائية وبعضها بينشئ الجسم. وأمثلة مثلا البروتينات الهامة اللي هو الكيراتين اللي هو بيتكون منه الشعر، عندي البيبتايد هي سلسلة أحماض أمينية، والرابطة البيبتيدية اللي بتربط كل مجموعة من الأحماض الأمينية في سلسلة من البروتينات. وترتيب يعني كل أحماض أمينية شكلها ونوعها وترتيبها بيخلق بروتين مختلف ووظائف مختلفة للبروتينات. لو جينا هنا بنلاحظ انه هنا لو بدنا نشوف البروتين داخل الكمبيوتر اللي هم مسمين البروتين سيكونس، بتكون سلسلة البروتين هي مجموعة من الأحماض الأمينية. زي ما عارفين البروتين بتكون من أحماض أمينية. يبقى هنا تمثيل الأحماض الأمينية داخل الكمبيوتر، البروتين داخل الكمبيوتر بيكون في شكل سلسلة من الأحماض الأمينية اللي هو بتكون يعني هو مجموعة من النصوص أو نص بتكون من حروف. الحروف المكررة دي هي 20 حرف. نحن شفنا في الدي إن إيه عندي 4 حروف مكررة فقط، وفي الـ RNA برضو عندي 4 حروف مكررة بتكون الـ RNA. في البروتين عندي 20 حرف مكرر اللي هو الـ 20 حرف اللي ظاهرة دي، واللي هي الـ 20 رمز للـ 20 أمينو أسيد اللي هي من الـ A إلى الـ Y، دي الحروف حقت الأمينو أسيد. فالشكل ده مثال لأحد البروتينات في الكمبيوتر. يعني لما أجي أشوف البروتين داخل الكمبيوتر بقول الشكل زي ده كده، مجموعة من الـ 20 حرف دي مكررة بترتيب معين بتعني بروتين معين، تغيرت بشكل تاني هتعني بروتين آخر وهكذا. كيف أنا أتعرف على البروتين وعلى الحاجات اللي فيه ومكوناته وغيرها؟ من النص ده، هو ده في برامج software tools موجودة بتوريني كيف أنا أدرس وأحلل وأشوف أقارن بين البروتينات في شكل تكست حروف. وده التولز هذه بنوها الأخصائيين حقين الحاسب، وبيستخدمها المختص بتاع البيولوجي او الكيمستري في التعرف والتعامل مع البروتينات زي ما هنشوف بعدين في العمل باذن الله. دي المراجع اللي استخدمناها في هذا الدرس، والى اللقاء.